السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم فيديو جديد على قناة وصفات سلمى الفاسية. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. في هذا الفيديو هذا غادي نقدم لكم هاد الحريشات هادو صغيرين، أو لدي ميني حريشات صغيرين كيجيو على هذا الشكل هذا، زوينين البنات وساهلين ماهلين، ما فيهمش مقادير بزاف، يعني مقاديرهم موجوده في كل بيت، في كل منزل مغربي. ما كاينش منزل مغربي ما نلقاوش فيه السميده، ما نلقاوش فيه الخميره، ما نلقاوش فيه السكر، ما نلقاوش فيه الحليب. يعني مقادير سهله وموجوده في كل بيت. وما غاديش نزيد نطول عليكم اكثر، خليكم معايا شوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. المقادير ديال هاد الحريشات هادو غادي نحتاجو ليهم 225 غرام ديال السميده المتوسطه، ماشي الرقيقه وماشي الغليظه كاع. وانا هنايا اختاريت غير كميه صغيره باش نوريكم الطريقه. 225 غرام اولا رابعه، كما كنقولوا حنايا رابعه ديال السميده، اللي هي نصف 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 كيلو، يعني نص كيلو نص ديالو. هنا عندي نص كاس ديال الحليب باش غادي نعجنو حتى هو، وهنايا كاس ديال الماء دافي باش غادي نعجن. ما غاديش نستعملو كامل، غير باش في الاخير غادي نوريكم شحال استعملت. هنا عندي شويه ديال السميده اللي غادي نقاد بها الحريشات. هنا عندي معلقه الا ربع ديال الزبده، وهنا عندي طويبة صغيرة السكر، معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز، هنا عندي معلقة صغيرة ديال الخمارة الكيميائية أو لا بيكينغ باودر، هنا عندي معلقة صغيرة ديال الملحة. نبدأ إن شاء الله على بركة الله نعجنو الحريشات ديالنا. هنا غادي ناخد الزبدة هي الأولى، بنات الزبده راه بحراره المطبخ ماشي دايبه، كتكون هي هكا طلقه راسها، ما تكونش في الثلاجه باش تعاوننا. دابا غادي نخدمها مزيان وغادي نرملها مع السميده، ولا غادي نبسسها كل واحد وشنو كيقول يعني الكلمه اللي كيستعمل. المغرب تبارك الله راه ماشي كلشي بحال، يعني اللهجات لهجات متعدده تبارك الله. لهذا الشكل هذا خص هذيك السميده تلبس بهذيك الزبده، تدهن مزيان وترمل على هذا الشكل هذا مزيان، صافي ها هي الزبده ديالنا تخدمات لينا مزيان مع الزبده. وغادي نضيف هذا الشيء، دير واحد الحفره، نضيف هذا الشيء كامل بحال ما هكايا. غندير الحليب هو الاول، خميره خصها تذوب، تا السكر البنات راه كيتهرس، ها هانتوما ها هو ذاب حتى هو. هذا الشكل هذا ها هي الحليب حتى هو مشى لينا معاه السميدة ولا العجينة ديالنا. دابا غادي نضيف الماء دافي، هانتوما البنات شتو السميدة بدات كتجمع بهذا الشكل هذا، ها هي كتجمع. غادي نزيد لها هاد الشوية الماء اللي يبقى،
وفي الاخير البلاصه راني استعملت داك الماء كامل، الماء كامل اللي درت ليها راني استعملته. دابا غادي نخليها نرتاح ترتاح واحد 10 ديال الدقائق، اي 10 ديال الدقائق ماشي بزاف، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش قديتها في ولا كيفاش خبزتها. راها سهله، فيهاش بزاف ديال الخدمه ولا ديال العناء. دغيا دغيا هانتوما شفتوا الكوتي ديالكم ولا العشاء ديالكم كيكون موجود بلا تماره، بلا مقادير بزاف. العجينه اولا السميده ديالي ها هي، من بعد ما خليتها ارتاحت هانتوما بنت راها شربات، ما بقاتش هذا، ما بقاتش جاريه شويه. في الاول كانت جاريه، دابا غادي نبدا ان شاء الله هنا نسرحها ونقطع الحريشات ديالي. نزيد نخدمها شويه باش لما تخلطات شي حاجه تخلط. دابا غادي ندير شويه السميده هنايا فتا ديال على الطريقه، ستكون مجموعه باش ما تفرتتش لينا وتعذبنا في التقطاع على هذا الشكل هذا. وغادي ندير شويه السميده فوق منها. وغادي نسرح بالمطلق، ما تكونش غليظه، ما خصهاش تكون غليظه البنات، وما تكونش رقيقه بزاف باش ما تجيناش عاوتاني قاصحه، تكون متوسطه السمك على الطريقه هذه. انا غادي نقطع بهذه، نتوما لا عندكم شي بغيتو كاس ولا زلافه ولا داكشي اللي كان توفر عندكم قطعوا به، ما كاين حتى مشكل، نقضيو باللي كاين. غادي نزيد نرش شويه ديال السميده لان بانت ليا شويه بهذا الشكل هذا. وغادي نهزها بشويه، وغادي ندير في واحد البلاطو على هذا الشكل هذا البنات. عاد تنكمل الكميه اللي عندي وعاد نبدا نخبز باش ما نتعذبش. دابا راني درت الطاجين ديالي ولا الطاجين المقلي ديال الحرشه ولا الطاجين، درته كيسخن باش نلقاه موجود. هما نتوما شفتوا البنات السم كيفاش داير، هانتوما السم راه ماشي رقيقه وماشي غليظه بزاف. هذا الشكل هذا هي بشويه البنات، حاولوا يبقاو لكم مقادين. ها
تعالى على هذا الشكل هذا. دابا غادي نكمل هاد الكميه اللي بقات لي ديال العجينه ونتلاقاو باش نوريكم الخبيز كيفاش درت ليه. و تلاحظوا معايا الطريقه. البنات الطاجين ها هو دا سخن، انا درت فيه شويه ديال الزبده وغادي نبدا ان شاء الله نخبز حريشات ديالي. درت فيه غير شويه الزبده ماشي بزاف، غير بحال دهنته بها وصافي. بحال دهنت الطاجين والعافيه ما تكونش مجهده بزاف، متوسطه باش ما يتخطفوش. شوف بحال هذا الشكل، غير بركو عليهم شويه، ماشي تقرصوهم، غير بركو عليهم وصافي. هادو البنات كيجيو زوينين كيعجبوني انايا، ماشي بحال ديال القرشه الكبيره، كتقسم وكتبقى مقسومه، ما كتجيش زوينه. هذه بعدا الدراري الصغار كياخذوا وحيده ياكلوها، ولا بغاو يزيدوا كيزيدوا عاودوا وحيده، كتجي زعما يعني كل واحد كياكل هذاك الشيء اللي قد عليه، وداك الشيء اللي شاد كيبقى ما مقيوس، يعني ماشي شايط، ولا بحال الحرشه الكبيره كتبقى شايطه ولا شي حاجه. ما كيبغيوش زعما ياكلوها ولا كيقول لك هذيك بقات شاطت من الصباح ولا من الفطور ولا كما عارفين البنات اللي عندهم الوليدات راهم مجربين تبارك الله. دابا البنات قابلوهم راهم دغيا كيتحمروا هكا، تبقاو دورو حتى يبانو لكم الجوين بات بداو كيتحمروا وقلبوا، بداو تقلبوا مازال شويه ولكن ماشي مشكل. ديال الحريشات ديالي هو هذا، كيجي لهذا الشكل هذا، محمرين البنات وغزالين وراهم كيعجبوا الدراري الصغار، غير الشكل ديالهم زوين يعطيهم يعني يعطيهم الرغبة انهم يدوقوهم انهم ياكلوهم، ماشي بحال الحرشة الكبيرة اللي كنديرو الدراري كيبقاو يتفلاو وما كيبغوش ياكلوها وهكذا. لهذا خصنا نبدلو ونغيرو ليهم البنات، ومهم خصنا نبدعو باش الوليدات يبقاو ياكلوا لينا، خصنا نبدلو ونغيرو في طريقه ديال الاكل. هو نفس الشيء ولكن التقديم كيختلف. والفيديو ديالي وصل نهاية ديالو، كنتمنى انه يعجبكم وانكم جربوا هاد الحريشات في ديوركم علاش لا. كنتمنى انكم تدعموني بلايك واشتراك الا كنتم مازال ما اشتركتوش، مرحبا بكم معايا، ونتلاقاو في فيديو جديد.
إلى اللقاء.